كيفاش دوز الحجر الصحي؟ واش غنقول لكم بحال كاع الناس يعني كانت واحد الوقيته تتقول الله على راحه نجلس في الدار ما كاينش يعني ديرانجمون ديال السير واجي الخدمه هذا نخدم في الدار مزيان ليا وكاين واحد الوقيته عاوتاني تطلع لك الدار في الراس وتقول لا صافي بغيت نخرج بغيت نفوج بغيت نمشي للخدمه بغيت هذا بغيت نتلاقى مع الناس نتلاقى مع العائله يعني كانوا فترات مختلفه كاين دي او اي دي با يعني فترات زوينه وفترات شويه قاصحه خصوصا رمضان رمضان بلا العائله كان شويه قاصح مازال ما درنا حتى برنامج يعني بحكم انه يعني مازال حتى في الخدمه مازال ما عارفينش امتى غادي نسالي وحتى حتى راجلي ما عارفش امتى غادي يسالي يعني مازال ما بغيناش نديرو حتى شي بروغرام غالبا غادي ندوزو واحد الاسبوع في شي بلاصه في المغرب فين ما نقدرش نقول لك مازال ما عندناش واش الشمال واش الجنوب ابتسام فاش تخرج من البرنامج تترجع لدارها فين تتقابل بنياتها انسانه عاديه بحال كاع المغربيات تتقابل دارها ووليداتها وهذا الشيء اللي كاين يا شوف واحد الوقت كنت حادقه دابا لا شوف هي فاش طبيعه الحال راه فاش عندي الدار تنقضي انا ماشي من النوع اللي تعرف يجلس وما يدير والو ابخي ما عرفت كنظن زعما بحال داكشي باش قلت لك بحال كاع المغربيات يعني ما كاينش مغربيات غادي تخلي دارها بلا ما مجموعاش ولا ما غاديش تعرف طيب ولا ما غتعرفش تسلك راسها ابخي فوالا ماشي عاوتاني سوبر حادقه كثير على قد الحال وصافي نكتشفوا بلادنا برنامج جديد كيحاول يعرف بالمؤهلات السياحيه ديال المغرب وبمناطقه المختلفه لانه نظرا للظرفيه اللي دزنا منها من طبيعه الحال انتم عارفين بانه السياحه من المجالات اللي يعني تقاست اكثر بسبب وباء كورونا وبسبب هذه الازمه اللي مرينا منها ف يعني القناه رأت انه فرصه زوينه اننا نقدموا برنامج بحال هذا اللي يقدر يساهم في تشجيع السياحه الداخليه فمن هنا جات الفكره نكتشفوا بلادنا برنامج مسابقات كيستقبل في كل حلقه 6 ديال الضيوف 6 ديال النجوم اللي كيجاوبوا على واحد المجموعه من الاسئله كيطرحها عليهم هشام سرا لانه كانت قاسم التقديم معاه يعني من طبيعه الحال هاد النجوم كيحاولوا يجاوبوا على الاسئله ومن خلال الاجوبه كنتعرفوا اكثر على مناطق مختلفه في المغرب وكنحاول انا نعطي اضافات يعني اما نصائح للبلايص اللي انا شايفاهم يعني كنحاول نقدم مجموعه من النصائح شنو الانشطه اللي ممكن الواحد يقوم بها شنو المناطق اللي يقدر يزور شنو الحوايج اللي يقدر يدير في المنطقه ولا يعني كنحاولوا نعرفوا اكثر بالتاريخ بالتراث على اي كانت واحد المجموعه ديال المعلومات اللي كنتمنوا انها تعطي فكره زوينه للناس باش يمشيو يكتشفوا هذوك البلايص هشام صديق هشام تعاملت انا وياه في برامج من قبل قدمنا سهرات راس السنه واحد 3 سنين متابعه حنا كنقدموا سهرات راس السنه على جزائر كيعجبني بزاف طريقه تفكيره الطريقه اللي تخدم بها هو واخا بالعكس يعني حوكي وناشط ولكن معقول في الخدمه فهذه حاجه زوينه فيه وكان هدفنا واحد هو اننا ننجحوا البرنامج ويليق بالمشاهد غادي نقول لهم تسناو اول حلقه من نكتشفوا بلادنا نهار 3 الجاي ومن هنا تما تهلاو في ريوسكم ولا عجبتكم شي بلاصه سيروا زوروها